هو غالبا اصلا في حد ورا التلجة اللي هناك دي، فهنفتح القوم كده. ايوه سفالة، قلة أدب بصراحة. ما شفتش لاعب تليفون بيلعب بالقوم بالطريقة دي. وأحب أقولك إن بعد الخدعة دي عمر ما القيم هيجي أصفر تاني، كله أحمر. ناس كتير ما تعرفش إن أنا أكاونت ساكورا، بس عمري ما طلعت ماستر في الرانكد، وعشان كده هنبدأ من النهاردة سلسلة الصعود للماستر في الرانكد وفي كلاش سكواد. والفيديوهات مش هتبقى عبارة عن ان انا بلعب بس، لا ده انا هوريكم خدع بتساعدني ان اطلع ماستر بسهولة. وقبل ما نبدأ عايزكم تصلوا على النبي وتحطوا لايكات ونوصل الفيديو ده 1000 لايك في يوم واحد، واثق فيكم ان انتوا تقدروا تعملوها. وقبل ما نبدأ عايز اعرفكم حاجة مهمة جدا. عارف انكم زهقتوا من فيديوهات الجراند ماستر الكتيرة اللي نزلت من ناس كتير، بس انا عايز اعرفك الاختلاف عندنا ان احنا النهاردة هنلعب سولو سكواد في الرانكد، وكمان في كلاش سكواد هلعب لوحدي، بمعنى اني هدخل مع تلاتة معرفهمش، تلاتة عشوائي. وغير كل الكلام ده ان بعد كل لقطات هوريك خدعة او خدعتين هيفيدوك جدا. ووعد مني لو لقيت دعم كبير على الفيديو ده هنزل لكم فيديو عن الحساسية وازاي تعمل حساسية مخصوصة ليك انت بس. انا غالبا كده هقفلهم كلهم اهو. اول واحد هد حلو اوي، التاني اهو هد برضو عاش، هد قوم هد قوم. يا صايعة دي، يا قلة أدبك يا ساكورا. واحد نوك 150 نوك نوك نوك. يا جدعان بوش، ولا جدعان اللي معايا فين؟ 150 فينش ده حلو. فضل واحد مفروض 150. هد هد، لا حرام نوك. يا جدعان انتوا فين؟ لازم املى دمي، لازم املى دمي. يا اللي معاه انت بوش مات خلاص نوك. طب اعمل ايه تاني؟ طيب انا نوكتهم كام مره؟ اوف، اقوى لاعب قريب، اقوى لاعب قريب عمود. هو غالبا اصلا في حد ورا التلجة اللي هناك دي. هنفتح الانت. سفالة، قلة ادب. ازاي ازاي سب في واحد هيعدي من هنا اهو. هد حلو قوي. مزنوين مزنوين، وزن وحش قوي. 150 لازم ابص على الشغل. نوك نوك نوك. ايوه نوك. ليس ليس، ايوه بقى الايس بقى. جامد جامد. في واحد ورا التلج ده، هحاول اكسرها كده. ماشي 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 ماشي. روحوا يمين روحوا يمين كلهم اهو. نوك 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 نوك، بس ما عادش تاني. هيد قوم حلو. 150 نوك كلهم يا جدعان. يا لهوي الشخصيه الجديده. لا 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 انا مت زون كده، انا نوكته تاني بس انا مت زون. خلاص خلاص الوداع الوداع. والله يا جدعان مدمجهم ومنوكهم كلهم، يخرب بيت ام الشخصيه ديمتري دي. ايه رايكم بلعبي بالقوم وانا تليفون على فكره؟ فانت لما تيجي تقارني قارني بالتليفونات. ايه رايكم ايه رايكم؟ شفتوا السفاله؟ شفتوا الصياعه؟ شفتوا الهدات؟ المهم خلينا في اول خدعه، وهي خدعه القوم. وعلى فكرة هي سهلة جدا بس محتاجة شوية سرعة، ولازم تستخدم 3 صوابع مش صباعين بس. كل اللي عليك اللي انت تعمله ان انت تضرب ضربة بالقوم، بعد كده تعمر القوم وتدوس على الرأس، وبعدها على طول تدوس رأسة الضحكة وتفضل تعيد في الخطوات دي، وانت هتعمل الخدعة. Come on my nigga.
young girl, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never had it. I guess it was a mess. The picture I paint is special, don't change RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanged, and I guess it was a myth. The picture I paint is never gonna change RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. They all in the front, they show me love. Them bitches, they bought they friends. Got racks in my pants and 10 in my hands, like I'm on my way for this. I'm Mary Jeans with Dolce & Gabbana. Fendi T, I might throw on the Prada. I stay fly and I do what I wanna. Who the prince of Flatbush? I'm the king of my hood. Now let's see how that look. DC to New York, just know we all good. But nigga, don't forget who was down for you. Most of these bitches was clowning you. Shit on me, I never lied to you. Now you pull up, I got rounds for you. Yeah, yeah. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hangin', I guess it was a myth. The picture I paint is never gon' change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hangin', I guess it was a myth. The picture I paint is never gon' change, RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. We can do this shit all again. Knew what I wanted at the age of 10. No matter story or path, I always knew money was gonna be the end. Did what I want with no consequence. Now we gon' ball at a score again. We not allowed in the store again. I think cause we bought all the clothes again. All of them packages made a ship. Found a new beat and I made a hit. This is the story I started with. We got a boat to the max. Couple bands on my neck. Flying through cash and checks. You don't got a second guess. I know I'm gonna be the best. I know I'm gonna be the best. Yeah. Same nigga from the block. Same nigga from the steps. Roll the dice, play it twice. You just might lose your life in these streets every night. I know niggas that was getting the chicken they cooking up. Guess they good in the kitchen. I started off from the street to the city. I'm getting guap. Let's go fuck up the city. Yeah, yeah. Come on, my nigga. We on go, my nigga. For all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanged, and I guess it was a myth. The picture I paint is never gonna change. RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. Come on, my nigga, we on go, my nigga, for all of my doors in the pen. You said you was gang, but you never hanged, and I guess it was a myth. The picture I paint is never gonna change. RPG, we gonna win. Spending this cash, we'll run to the back, we can do this shit all again. Killing spree. تسعتاشر كيلو وابويا مش عارف حزيت كام كام 98. يا نهار اسود جامد جدا. عايزكم تتوقعوا في الكومنتات انا وصلت رتبة ايه. واخر خدعة وهي تعتبر اجمد خدعة وهي بسلاح الاي سي 80 وهتخليك تجيب هيت شوت تلقائي. حرفيا تلقائي هيت شوتات بس. وهي سهلة جدا بس ركز معايا. اول حاجة لازم تضرب ضربة في الارض في المكان اللي قدامك ده بالظبط وبعدها على طول تفتح السكوب وترفع رفعة صغيرة وتضرب هتلاقيها هيت شوت. الموضوع يبان لك صعب بس لو فضلت تجربها وتتعود عليها هتلاقي الموضوع سهل جدا. وبس كده يا اخواتي لو انت وصلت لحد هنا اكتب في الكومنتات هاشتاج اخر دقيقة وما تنساش اللايك والشير والسبسكرايب وما تنساش ان الدعم على الفيديو ده هيخليني انزل لكم فيديو الحساسية. واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام. I miss the family I used to have. I feel like everything's so different now. Sitting by the fire as you'd watch the flames burn out. I miss the days I wasn't afraid. Now I always have